وسط مشاركة واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، افتتح رجل الأعمال إبراهيم البغلي معرض إكسبو في نسخته الثانية، والذي يقام بهدف استقطاب المشاريع الصغيرة ودعم المواهب الشابة في مختلف المجالات. افتتح رجل الأعمال إبراهيم البغلي معرض إكسبو في نسخته الثانية، والذي يقام بهدف استقطاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المواهب الشابة في مختلف المجالات. المعرض انطلق وسط مشاركة شبابية واسعة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعا البغلي إلى ضرورة دعم هذه المعارض من قبل الجهات الرسمية لإبراز دور الشباب الكويتي. في 57 مشارك من الشباب الكويتي والمقيمين، حقا هذا المعرض يستحق الدعم من كل الجهات الرسمية، خاصة الصندوق الوطني الدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويقام المعرض للسنة الثانية على التوالي، حيث يتضمن العديد من المنتجات الوطنية التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية وبأسعار تناسب كل شرائح المجتمع. طبعا هاي ثاني سنة احنا نقدم المعرض هذا، المعرض الأول كان في نجاح. طبعا المعرض أسعاره جدا مناسبة حق المشاركين أو مساهمة المشاريع الصغيرة، فهذا أدى لنجاح المعرض. نحرص أن يكون في دعم إعلامي حق المشاركين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة توهم بداية البزنس مالهم.